اله الا الله يا حسين. يا ولد ارجع. هذا ايش بدا؟ ارجع. صورتها. ناشف الله يعوض خير. اسعد الله مساءكم بكل خير يا الربع. ترانا العصر، العصر يا الربع كل مولع نوره. اظلمت منطقة جازان تحديدا طريق الحقو هروب. شوف كأننا والله بالليل، الساعة الآن 5 يعني اول العصر، ولا تنشد على الاجواء سحابة هائلة. ما شاء الله ابو سليمان، وادي شهدان ها؟ والله الصب يضرب ها؟ يضرب الصب يعني يمكن يقفل الطريق بعد شوي. والله العالم اللي يطلع منكم فوق الخط. سيل تاريخ، شوفوا معي بدا يطلع. واضع مجراه كل اللي